هالو everybody, how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناه نشوى الانجليزيه. ازيكم؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معادنا النهارده ان شاء الله مع ابطال اولى ابتدائي ومنهج كونكت. هنكمل النهارده ان شاء الله شرح يونت 14 الوحده ال 14. ولو حابب ان مفيش حاجه تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمه اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو مع تفعيل الجرس على الكل. نبدأ بسم الله. يونت 14 الوحدة الـ14 منهج كونكت 1 أبطال أولى ابتدائي بيتكلم عن animals. animals يعني حيوانات. هناخد النهاردة أول حاجة ربيت أفتر مي elephant. elephant فيل يعني elephant. فيل يعني elephant. E L E P H A N T. E L E P H A N T. ثعبان snake. ثعبان snake. ثعبان يعني snake. S N A K E. S N A K E snake. snake. أسد lion. أسد يعني lion. lion. L I O N lion. lion. قرد monkey. monkey. M O N K E Y M O N K E Y monkey monkey jellyfish 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 قنديل البحر jellyfish J E L Y ونحط كلمة fish جمل camel 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 جمل يعني camel camel درس النهاردة بيتكلم عن الفاولز. يعني فاولز يعني حروف متحركة. عندي في اللغة الإنجليزية 5 حروف متحركة. ايه هي؟ A E I O U. احفظها معايا. الفاولز يعني فاولز يعني حروف متحركة. هم 5 حروف متحركة في اللغة الإنجليزية. A E I O U. الحروف المتحركة دي مالها؟ أول ما أشوف كلمة بادئة بحرف متحرك إذا كان حرف A E أو I أو O أو U لازم أحط قبل الكلمة an. لازم أحط قبل كلمة أداة نكرة اسمها an. هقول تاني, درس النهاردة بيتكلم عن الفاولز يعني حروف متحركة. هي إيه الحروف المتحركة دي؟ هم 5 حروف A E I O U. A E I O U يعني حروف متحركة. الحروف المتحركة دي لما أشوف كل كلمة بادئة بحرف متحرك أحط قبلها an. أحط قبلها أداة نكرة اسمها an. تعالوا ناخد examples هنفهم. عندي أول كلمة كلمة apple. apple يعني تفاحة. بص كده, أول حرف في apple ده حرف ال A يبقى حرف vowel. يعني vowel يعني حرف متحرك يجي قبله an يبقى اسمها an apple يعني تفاحة واحدة. عندي كمان كلمة egg. egg يعني بيضة. أول حرف في egg حرف ال E. ال E ده حرف vowel يعني vowel يعني متحرك هيجي قبله an. اللي حرف اللي بعد كده أو الكلمة اللي بعد كده ice cream. يعني ice cream اللي هو ice cream أول حرف فيها حرف ال I. ال I ده vowel يعني حرف متحرك لازم يجي قبله an. بعد كده an orange. يعني orange يعني برتقالة. أول حرف في كلمة برتقالة ده حرف الأو. أهو حرف الأو ده من الحروف المتحركة اللي هي الفاولز يجي قبلها an يبقى an orange. بعد كده عندي an umbrella. يعني an umbrella يعني شمسية. أول حرف في كلمة umbrella حرف اليو. إن إحنا قلنا إن اليو ده حرف فاول يعني حرف متحرك يجي قبله an. أي حرف تاني غير A والE والI والOU بيسموه حرف consonant يعني حرف ساكن. ساعتها بقى الحروف الساكنة دي يجي قبلها A. يجي قبلها أداة نكرة اسمها A. زي مثلا أنا لو بتكلم على book. book يعني كتاب. أدي book أهي. أول حرف في book. أول حرف في book حرف البي. أدي ده حرف consonant يعني حرف consonant يعني حرف ساكن يجي قبله A يبقى اسمها A book. عندي كمان قطة. قطة يعني cat. قطة يعني cat. أول حرف في cat ده حرف الـ A. حرف C. حرف C ده حرف consonant يعني حرف consonant يعني حرف
ساكن يجي قبله A. يبقى أنا عندي الفاولز حروف متحركة A, E, I, O, U يجي قبلها N. إنما أي حرف تاني غير الخمسة دول بيسموه حروف consonant، يعني حروف ساكنة يجي قبلها أداة نكرة اسمها A. نقرا مع بعض الاكزامبلز اللي في الكتاب. بيقول اتس، طبعا اتس دي معناها هو او هي لغير العاقل، اي حاجه غير عاقل قدامنا بقول عليها اتس. بيقول اتس ا كامل، اتس ا كامل يعني انه جمل. بص كده كلمه كامل اول حرف فيه حرف السي، ده حرف كونسونانت يعني حرف ساكن يجي قبله ا. انما الاكزامبل ده بيقول اتس ان اليفانت، اتس ان elephant، طبعا it معناها هو او هي لغير العاقل وفيل يعني elephant. نكمل باقي يونت 14 الوحدة الاربعتاشر كونكت 1 ابطال اولى ابتدائي، وبيتكلم عن animals habitat. يعني ايه animals habitat؟ يعني مواطن الحيوانات، يعني الاماكن اللي بتعيش فيها الحيوانات. عندنا النهاردة ثلاث اماكن، اول حاجة بحر يعني sea، ربيت دفتر مي احفظ معايا، بحر يعني sea، بحر يعني sea، S-E-A-C بحر، بحر يعني sea. غابة يعني jungle، جنجل، جنجل، غابة يعني جنجل، 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 جي يو ان، ده أول مقطع، جي ال اي، جي يو ان، جي ال اي، جنجل. صحراء يعني ديزرت، ديزرت، ديزرت. يبقى احنا بنتكلم عن animals habitat يعني مواطن الحيوانات، يعني الأماكن اللي بيعيش فيها الحيوانات. أول حاجة بحر سي، غابة يعني جنجل، وعندي صحراء يعني ديزرت. وهنستخدم مع الأماكن دي فعل اسمه live، يعني live يعني يعيش. اقرأ معايا السنتنس وانت هتفهم يعني ايه الكلام ده. أول جملة عندي a monkey يعني monkey الارض، a monkey lives، lives يعني يعيش. طبعا عشان المونكي ده اسم singular مفرد لازم الفعل يجي معاه s. تاني لو أنا عندي الفاعل he she it او اي اسم singular مفرد لازم يجي مع الفعل s، يا لازم يجي مع الفعل s. يبقى انا بقول a monkey lives يعني القرد يعيش. in the ايه؟ مكان القرد فين هنا؟ in the jungle. الجملة اللي بعد كده، الجملة اللي بعد كده a parrot lives in the jungle، يعني a parrot اللي هو البغبغان lives يعيش in the jungle في الغابة. خد بالك ان كلمة parrot دي كلمة singular مفرد لازم الفعل يبقى معاه s. تعالى السنتنس تانية لجملة تانية بتقول ايه؟ a dolphin يعني dolphin، dolphin يعني dolphin، lives in the sea يعني يعيش في الايه؟ في البحر. ده البيئة او الموطن بتاعه. an octopus، octopus اللي هو الاخطبوط، lives in the sea يعني يعيش في البحر. اقرا معايا الكلمات دي هنعيد عليها تاني. قرد يعني monkey، 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 اسد lion، 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 فيل elephant، 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 بغبغان يعني parrot، parrot. وعندي كمان octopus، اخطبوط يعني octopus، اخطبوط يعني octopus، octopus، o c t o p u s، دولفين، 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 دولفين. قنديل البحر jellyfish، قنديل البحر يعني jellyfish. طب وعندي بعد كده بعد الحيوانات، جمل يعني camel، ثعلب يعني fox، ثعبان يعني سنيك. دول الحيوانات دي الاماكن بتاعتها او الموطن بتاعها اسمه ديزرت، يعني بيعيشوا في الديزرت. يعني ديزرت يعني صحراء. عايز اعمل جمله زي كده، a fox يعني الثعلب ماله lives يعيش in the desert يعني يعيش في الصحراء. وخد بالك هنا ان كلمه fox ثعلب دي كلمه مفرد، عشان كده جه مع الفعل اس الفعل. a camel اللي هو الجمل، lives in the desert يعني الجمل يعيش في الصحراء. طبعا a camel ده اسم مفرد، lives ادي live يعيش ومعها s الفعل، يعني الجمل يعيش في الصحراء. وزي ما تكلمنا عن animals habitat يعني الموطن بتاع الحيوان او مكان اللي بيعيش فيه الحيوان، هنتكلم كمان عن الفود، الاطعمة بتاعته. انا لو شفت فوكس، ثعلب، لاين، اسد، تمساح، كروكودايل،
tiger اللي هو النمر. طبعا كل دول they eat meat بياكلوا لحمة. eat meat يعني يأكل اللحم أو يأكل لحوم. طب عندي فيل elephant، زرافة giraffe، باندا اللي هو دب الباندا، وعندي monkey اللي هو القرد. دول مالهم؟ eat plants يعني eat plants يعني بيأكلوا نباتات. زي ما عودتكم قناة نشوى الإنجليزية إن بعد شرح اليونت أو شرح الدرس بنحل عليه براكتس صغير. السؤال هنا بيقول look and take the correct sentence يعني انظر وحط صح على الجملة الصحيحة. أنا عندي صورة زي كده، ده معناه it eats meat يعني يأكل اللحوم، it eats plants بيأكل النباتات. طبعا الجملة الصحيحة هي الجملة الثانية it eats plants بيأكل نباتات. ايه طب ده صورة الأسد لاين، اختار انهي جملة؟ it eats meat بيأكل لحوم، it eats plants بيأكل نباتات. طبعا هنا الأسد لاين it eats meat، ده هي دي اللي انا بختارها. هاجي عند البوكس الصغير او السكوير ده المربع ده وحط فيها صح. عندي سؤال بعد كده look listen and circle meat، اقرا معايا الكلمة واختار لها الصورة بتاعتها. meat طبعا كنا عارفين meat يعني لحوم، احط عليها circle. plants plants نباتات plants، هنا النباتات حط عليها circle. elephant elephant يعني فيل احط عليه circle. giraffe giraffe giraffe، فين الزرافة؟ giraffe طبعا هي الصورة دي حط عليها circle. باندا باندا يعني باندا اللي هو دب الباندا بحط عليه circle. احنا كده خلصنا شرح يونت 14 الوحدة الاربعتاشر منهج كونكت وان ابطال اولى ابتدائي. لو استفدت من شرح النهاردة او الفيديو عجبك اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمة اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو مع تفعيل الجرس على الكل، وما تنساش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من ابطال اولى ابتدائي. وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله. جود باي.